منخفض جوي من الدرجة الثالثة ودرجات حرارة في مستويات شتوية وأمطار غزيرة أحياناً وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بداية مع يوم الغد بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة ليؤثر على المملكة خلال اليومين القادمين. هذه المنخفضات وهذا التصنيف تحديدا، درجة المنخفض الثالثة هي متوسطة إلى عالية الفعالية. من المتوقع بمشيئة الله أن تحصل كميات أمطار ما يقارب من 10 إلى 100 ملمتر في معظم مناطق المملكة وفي كل منطقة. سرعة الرياح متوقع أن تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة، وأيضا المناطق المتوقع أن يؤثر عليها هذا المنخفض هي معظم مناطق المملكة بمشيئة الله، ومدة تأثير هذا المنخفض تصل إلى 36 ساعة. درجات الحرارة تصل ما بين 4 درجات إلى 10 درجات مئوية، مع وجود فرص لأمطار ثلجية فوق قمم المرتفعات الجنوبية بمشيئة الله. ولتفاصيل هذا المنخفض وتحديدا الهطولات المطرية المتوقعة لهذا المنخفض بمشيئة الله، كما نشاهد هنا من الخرائط الهطولات المطرية وتوقعات الأمطار خلال يوم الأربعاء، تبدأ من المناطق الشمالية والوسطى لتصل إلى معظم مناطق المملكة. هنالك زخات من الأمطار، هذه الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية، وأيضا مترافقة بتساقطات لزخات من البرد بمشيئة الله على معظم مناطق المملكة. هذه الأمطار متوقع أن تكون مخلوطة بالثلوج تحديدا فوق المرتفعات الجنوبية من المملكة خلال ساعات النهار من يوم الأربعاء. تستمر فرص الأمطار من يوم الأربعاء حتى يوم الخميس كما نشاهد، ولكن تبقى هذه الفرص مع يوم الخميس في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة مع بعض أجزاء من المناطق الشرقية خلال ساعات النهار من يوم الخميس، ومع ساعات الليل من يوم الخميس تبدأ هذه الفرص بالتراجع تدريجيا وبالذهاب نحو المناطق الشرقية لتبتعد عن أجواء المملكة، وتستقر الأجواء بداية من يوم الجمعة بمشيئة الله. فيما يخص درجات الحرارة والأجواء المتوقعة مع هذا المنخفض، هذا المنخفض يحمل معه كتلة هوائية باردة كما نشاهد، يحدث هنالك انخفاض درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة مع يوم الغد الأربعاء أقل من معدلاتها بما يقارب 10 درجات مئوية. أجواء باردة في معظم مناطق المملكة كما نشاهد هنا، وبالاستمرار مع يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا حتى يكون هنالك انخفاض آخر على درجات الحرارة مع يوم الأربعاء في ساعات الليل، لتكون الأجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم المناطق. وأيضا تبدأ الأجواء وتبقى الأجواء باردة حتى يوم الخميس، لتكون الأجواء باردة لتصل إلى أن تكون شديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية تحديدا الجنوبية منها. بعض الرياح المتوقعة مع يوم الأربعاء، متوقع أن تكون هنالك رياح تنشط أحيانا مما يثير الأتربة والغبار، وأيضا تستمر هذه الرياح أيضا في يوم الخميس ليكون هنالك أيضا نشاط للغبار. وبعض التوصيات والتنبيهات تحديدا فيما يخص هذه الأحوال الجوية، وتحديدا مع وجود العديد من الحالات الجوية كما نشاهد، هنالك خطر لتشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية تحديدا من غرب المملكة. هنالك فرص أيضا لانقلاب حراري كما نشاهد، هنالك تقلبات حرارية واضحة ما بين يوم الأربعاء ويوم الخميس. الانتباه من الانقلاب الحراري والتغير الكبير في درجات الحرارة مما يؤدي إلى أمراض في هذه الأوقات، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بالتزامن مع انخفاضات درجات الحرارة. وأيضا كما نبهنا سابقا، بعض الرياح قد تنشط أحيانا مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وإثارة الموجات الغبارية. غالبا هذه الأجواء تكون صافية، هذه الليلة تكون الأجواء صافية في العاصمة عمان، درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام قادمة وتحديدا في العاصمة عمان كما نشاهد هنا، بعض الأمطار التي قد تكون محملة بالبرد خلال ساعات النهار من يوم الأربعاء في العاصمة عمان، وتكون رعدية 8 درجات مئوية نهارا إلى 7 درجات الليل. يوم الخميس ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، ولكن مع استمرار هنالك هطول للأمطار 10 درجات نهارا إلى 7 درجات في ساعات الليل. ويوم الجمعة هنالك ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصل إلى 17 درجة مئوية، واستقرار عام للأجواء في معظم مناطق المملكة ومنها العاصمة عمان لتصل درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية في ساعات الليل. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد.
هنالك أمطار رعدية بمشيئة الله على المناطق الشمالية ابتداء من إربد 14 إلى 10 درجات في المفرق، رياح نشطة مثيرة للأتربة وأيضا زخات أمطار رعدية من 13 إلى 8 درجات في جرش 13 إلى 11 درجة وفي عجلون 11 إلى 9 درجات مع وجود أمطار رعدية بمشيئة الله في المناطق الشمالية في عمان من 8 إلى 7 درجات في الزرقاء 12 إلى 10 درجات مع رياح نشطة في البلقاء 10 إلى 8 في مادبة 10 إلى 8 درجات أيضا وفي البحر الميت من 20 إلى 17 درجة مئوية في ساعات المساء وأيضا في البحر الميت هنالك فرص للأمطار. في الكرك 10 إلى 8 درجات أمطار رعدية، الطفيلة 9 إلى 7 درجات أمطار رعدية أيضا، رياح نشطة في المناطق الجنوبية 11 إلى 7 درجات في معان، في جبال الشرى 7 إلى 4 درجات وفي العقبة من 21 إلى 14 درجة مئوية مع وجود أمطار رعدية بمشيئة الله. أخيرا في المناطق الشرقية 18 إلى 7 درجات، في الصفاوي 15 إلى 7 وفي الأزرق من 16 إلى 9 مع وجود فرص زخات أمطار في المناطق الشرقية كاملة مع وجود رياح نشطة أيضا تثير الأتربة والغبار. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.